الإسلام والمسلمين لا يزالون يظلمون، يحسدون، يفسدون، يعاندون، فكأنهم قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وعدوانا وحسدا وطغيانا إثما وعصيانا، والله المستعان وإليه المشتكى والمفزع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ليبعث الله رجلا منا يملؤها عدلا كما ملئت جورا. أمة الإسلام والقرآن. أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن عشرات الساعة منها فتح بيت المقدس وهو المسجد أقصى في فلسطين. عباد الله، بيت المقدس معدن الأنبياء والمرسلين ومدفنهم أرض الشهداء والصالحين. بيت المقدس مقر الأنبياء ومهبط الملائكة وهو أرض مقدسة مباركة. بيت المقدس أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت المقدس مصعد للمعراج. بيت المقدس وضع في الأرض مسجد الحرام بعد 40 سنة. بيت المقدس أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال. نعم أيها المسلمون، روى الإمام أحمد أن الدجال يطوف الأرض إلا 4 مساجد: مسجد المدينة ومكة ومسجد الأقصى والطور، والصلاة فيها مضاعفة. نعم عباد الله، فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. وعن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر إيطوه وصلوا فيه فإن صلاة فيه بأخف صلاة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ابن ماجه رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
صالحا منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Thank you.